من افضل اخطاب الكره السوريه، كره داخل منطقه الجزاء بتجاه البستاني، البستاني يحاول البستاني لكن الكره تضيع وتبعد من دفاع الحريه. تمريره باتجاه رضوان، رضوان يلعب داخل منطقه الجزاء، من رضوان باتجاه مؤيد عجان براسه مؤيد لكن سهله هذه المره في يدي خالد حجي عثمان. رامي الى شريفه من جديد، شريفه يحاول يلعب الاوفر داخل منطقه الجزاء باتجاه بستاني، بستاني يسجل جول، جول للجيش. بستاني يسجل هدف، عبد الرزاق بستاني يسجل اول اهداف الجيش في هذا اللقاء، الهدف الثالث للزعيم الجيشاوي هذا الموسم. متروك بدون رقابه، عبد الرزاق بستاني يسجل هدف اول لفريق الجيش في غفله من مدافعي الحريه. لم يهدد مرمى عبد اللطيف نعسان ابدا، لم نشاهد فرص حقيقيه على مرمى النعسان، اكيد الحال لا يعجب احمد حافظ. هنا كره جيشاويه خطا داخل منطقه الجزاء باتجاه الواكد، الواكد يسجل جول 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 جول. تخطئ امام الواكد ستعاقب بكل تاكيد، تخطئ امام هجوم فريق الجيش ستعاقب بكل تاكيد. اخيرا الواكد يفك النحس ويسجل هذا الموسم الهداف الكبير، الواكد يسجل اول اهدافه، الواكد يعمق جراح الحريه ويسجل الهدف الثاني مع بدايه شوط المباراه الثاني. يتقدم بالكره، يمرر باتجاه الاومري، اومري داخل منطقه الجزاء، اومري يسدد، العارضه ترد، العارضه ترد تمريره، ترد تسديده اسامه بعد تمريره الواكد. كان قريب من تسجيل هدف ثالث فريق الجيش. توزيع داخل منطقة الجزاء باتجاه إبراهيم نور الدين، يتعثر جهاد غاوي، كان قريب جهاد غاوي في اللقطة الماضية، يتعثر جهاد وتتحول الكرة إلى ركلة ركنية تبعد عن جميع، تصل لقلعجي، قلعجي لعبد الرزاق بستاني داخل المنطقة، عبد الرزاق يراوغ يسدد ولكن هذه المرة يتصدى خالد حاجي عثمان، أو الحكم يشير إلى أن الكرة كانت فوق المرمى. من جديد جهاد، محمد كيالي، كيالي لجهاد، عرضية من جهاد، تبقى الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة للمقصية من أحمد العبد الله، من أول لمسة أحمد العبد الله، ماذا تضيع يا أحمد العبد الله؟ ماذا أضعت يا أحمد العبد الله؟ فعل كل شيء وسدد بطريقة غريبة جدا أحمد العبد الله. كان ممكن استمرار اللعب، من جديد الكرة جيشاوية، محمد نور خميس على حدود المنطقة، محمد نور يحاول التقدم، محمد نور عرضية باتجاه الواكد، رأسية من الواكد لكن الكرة جول 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 جول. يعني الواكد لم يصل للكرة ومع ذلك سجل، رائع يا محمد الواكد، جول للجيش الثالث للجيش. الكرة في غفلة من الجميع، في غفلة من خالد حاج عثمان، الواكد يسجل من جديد، يسجل ثاني أهدافه اليوم، ثاني أهدافه هذا الموسم والثالث لفريق الجيش.